ربنا يكرمنا بكره يا رب ان شاء الله، وكالعاده دايما هنكون مع حضراتكم ونقول لحضراتكم ايه اللي حصل. يا رب ربنا يكرمنا في مباراه بكره ان شاء الله. عايز اتكلم مع حضراتكم في بطوله كاس الامم الافريقيه، من المفترض ان مقرر اقامتها حتى الان وحتى هذه اللحظه ان شاء الله في يناير المقبل. كلام كتير في هذا الموضوع، هل البطوله هتتاجل؟ هل البطوله هتتلغي؟ الحقيقه لغايه اللحظه اللي انا بكلم فيها حضراتكم دي في حاله من الغموض الشديد. سيناريوهات كثيره جدا او عديده حول مصير هذه البطوله. قبل بس ما اتكلم على السيناريوهات اللي اقولها لحضراتكم، عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. النهارده تحديدا، النهارده الثلاث، كان من المفترض ان تعقد لجنه الطوارئ بالاتحاد الافريقي لكره القدم اجتماعها مع انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. ليه؟ لمناقشة الأزمات التي تواجه إقامة بطولة الأمم الإفريقية. وكان من المفترض أن الاجتماع ده النهاردة هيخرج منه القرار الخاص إما بتأجيل أو إلغاء أو لعب هذه البطولة، ولكن الاجتماع ده تأجل. تأجل ليه؟ بسبب طلب شخصي من رئيس الفيفا اللي قال أنا عايز أجل الاجتماع لغاية بداية الأسبوع اللي جاي بعد كأس النهائي كأس العرب، هنقعد يا يوم الحد أو الاثنين ناخد فيه القرار. ليه؟ محدش عارف. ليه رئيس الاتحاد الدولي طلب أن يؤجل الاجتماع حتى بداية أو بعد نهاية بطولة نهائي كأس العرب وبعد نهاية هذه البطولة؟ نقعد بقى ونتكلم، لجنة الطوارئ في الاتحاد الأفريقي تقعد مع رئيس الاتحاد الدولي ويكلمه في هذا الأمر. هل سيتم إلغاء هذه البطولة؟ هل سيتم تأجيل هذه البطولة لشهر يناير؟ كل المؤشرات بتقول، أو كل المؤشرات اللي جاية لنا من كل الناس القريبة من أصحاب القرار في أوروبا وفي كل في الفيفا، كلهم بيقولوا لنا إن البطولة دي هتتأجل لشهر 6 كمان، لأنه محدش عايز يخش في خلافات مع الاتحاد الأوروبي. خد بال حضرتك، الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الاوروبي ايضا عنده الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الالماني، كل الدوريات دي هتخسر لعيبه افارقه كتيره جدا بالنسبه لبطوله كاس الامم الافريقيه. ولو افتكروا كده كلام يورجن كلوب لما قلل، يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قلل من اهميه بطوله كاس الامم الافريقيه. كمان توخيل المدير الفني لتشيلسي برضه قلل من أهمية هذه البطولة. وبالتالي هل هناك توجه بتأجيل هذه البطولة؟ هل هناك توجه بإلغاء هذه البطولة؟ محدش عارف الحقيقة. ولكن خليني أقول لحضراتكم السيناريوهات اللي من المفترض هتحصل، أو واحد منهم هيحصل. السيناريو الأول هو التأجيل. التأجيل ده هيكون لغاية شهر يناير المقبل بدلا من شهر يونيو المقبل، أنا آسف، لو شهر 6 بدلا من يناير. ليه؟ هناك عدة أسباب يعني ممكن نتكلم فيها. أولا عدم الانتهاء بنسبة كبيرة من التجهيزات الخاصة بالبطولة من ملاعب وفنادق ومن فنادق إقامة، أيضا إلى جانب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية صعبة جدا في الكاميرون وعدم استقرار الحالة الطبية في الكاميرون. أيضا انسحاب الشركة، مهمة جدا جدا دي، انسحاب الشركة السويسرية المنظمة والراعية لهذه البطولة بسبب خلافات مادية وتنظيمية مع كاف والاتحاد الكاميروني. المشكلة هنا في ان الكاميرون في شهر يونيو، الكاميرون حالته بتبقى عاملة ازاي في شهر يونيو؟ هو موسم هطول الامطار الموسمية في شهر يونيو، عشان كده لازم الكاميرون تكون موافقة. مش هينفع يكون قرار اجباري، يعني مش هينفع اكون واخد القرار من هنا ولا من هنا وبقول للكاميرون هتعملي كده، ما ينفعش، لان موسم سقوط الأمطار ده ليه إجراءات تانية يجب أن يتم اتخاذها. ده السيناريو الأول. أما السيناريو الثاني، إلغاء هذه البطولة من الأساس، إقامتها بقى في نسخة 2023 المقرر ليها أنها تكون في كوت ديفوار، وده برضو سيناريو مهم أو من السيناريوهات اللي موجودة. أيضا في اقتراح لكنه مش قوي جدا، هو إقامة هذه البطولة في موعدها في شهر يناير المقبل، ولكن بمنتخب المحليين بدون اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، في ظل الضغط الكبير من الأندية الأوروبية على فيفا وكاف برفض انضمام لاعبين بداعي انتشار فيروس كورونا. طبعا هو بيقول لك بداعي انتشار فيروس كورونا، ولكن مش هو ده الأساس. الأساس ان انا عايز لعيبتي تلعب معايا،
يعني تخيل حضرتك يورجن كلوب بيلعب من غير محمد صلاح ومن غير ماني اكيد ومن غير نابي كيت. عموما دي الثلاث سيناريوهات اللي امام حضراتكم، وانا وجهه نظري او يعني اللي احنا شايفينه واللي احنا شايفينه من كل المصادر اللي بتجيلنا هنا وفي اوروبا. الحقيقه لما بنسال الصحفيين في اوروبا يقول لك ان الاقرب هو تاجيل هذه البطوله لشهر 6. عموما هنستنى في خلال الاسبوع القادم اعتقد هيبان ايه اللي هيحصل في هذه البطوله. انا حبيت بس اشرح لحضراتكم الصوره بشكل او باخر وكواليس ما يدور حاليا في الكاف والفيفا، الحقيقه وسط ترقب وانتظار طبعا من النادي الاهلي. النادي الاهلي امبارح شكر اتحاد كره القدم ورئيس اتحاد كره القدم على المجهودات اللي تم بذلها خلال الايام السابقه، لان الاتحاد رئيس الاتحاد المهندس احمد مجاهد طلع وقال ايه؟ قال لك الاهلي هيلعب مبارياته بكامل نجومه، والمنتخب سيلعب ان شاء الله اذا وصل الى المباراه النهائيه سيلعب بكامل نجومه. شكرا، شاكرين جدا 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 على هذا الكلام. نحن نتعامل مع الاتحاد المصري لكره القدم، ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه بقى خلال الايام القادمه.